صابرين معاك يا كابتن فاروق، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان اكيد بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا الكابتن سيد معاه طبعا مدرب الفريق للنادي الاهلي. مبروك طبعا يا كابتن سيد، النهارده مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، كان قابلنا سوء توفيق كبير خلال الفتره الماضيه، لكن النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. شايف المباراه النهارده ازاي؟ تقييمك كلام الكابتن حسام النهارده شكله عامل ازاي؟ لا يعني اول حاجه الواحد بيحمد ربنا، مكسب كان مهم جدا بالنسبه لنا خاصه بعد الظروف خلال الفتره الاخيره وعدد النقاط اللي احنا فقدناها، انما احنا نعتبرها النهارده مباراه بدايه مرحله ان شاء الله للمباريات الجايه. عندنا مباريات مهمه جدا ان شاء الله دي تبقى بدايه كويسه، وخاصه الشوط الثاني. يمكن الشوط الاولاني ممكن كان عندنا اخطاء كتيره، ميس باص كتير، انما الشوط الثاني مع التغييرات اللي تمت خلال الشوط باسلام واحمد حمدي وميدو ما نزل في الاخر، فكلها حاجات ايجابيه جدا. اللعيبه الشوط الثاني بكل امانه كان في تغير تماما عن الشوط، الريتم بقى اسرع، جالنا فرص، بقى عندنا المساحات. خلي بالك الامور دلوقتي بتبقى صعبه مع فرق كتير، لان فرق كتير بتلعب. يعني النهارده مثلا فريق بتروجيت كابتن محمد يوسف مثلا بيدافع بعدد كبير من اللعيبه، موجود عدد من المدافعين حتى في وسط الملعب، في كثافه كبيره جدا. يمكن بعد الجول الاولاني الامور بقت اسهل بالنسبه لنا، بقى في المساحات. يعني مثلا شفنا كميه الكور اللي راح بيها وليد ازارو بعد ما جبنا الجول الاولاني، خلاص بقى في مساحه للجري، في مساحه ان انت بتقدر تتحرك مع الناس. الشوط الثاني مميز جدا لكل لعيبتنا، ومميز جدا لعبد الله، ومميز لوليد سليمان، لاحمد فتحي، لكل اللعيبه اللي كانت موجوده. السوليه الشوط الثاني مميز جدا، فايمن اشرف من وجهه نظري هو نجم المباراه بالنسبه لنا، لعيب من اللعيبه المهمين النهارده، رجع لايمن اللي قبل ثلاث ماتشات قبل كده، فكلها حاجات ايجابيه. فانا زي ما قلت لك في الاول احنا نعتبرها بدايه كويسه لينا ان شاء الله، ونتمنى الاستمراريه في اللي جاي ان شاء الله. اكلمك على المباراه القادمه، مباراه النصر اكيد انتوا بتقفلوا خلاص الصفحه دي وبتستعدوا للمباراه القادمه، لا تقل اهميه عن مباراه اليوم. شايف الاستعداد للمباراه القادمه ازاي يا كابتن سيد؟ لا استعداد طبيعي جدا، ما هي مرحله لا يعني ما النصر الزمالك وبعد كده هنقفل موضوع الدوري وهنركز في مباراه السوبر المصري. بس بنتكلم ان الامور كلها خلال الشهر الجاي ده مباريات كتيره جدا، ومباريات مهمه في كل البطولات، يعني السوبر بالنسبه لنا وبطوله الدوري. يعني المباريات دي هيبقى ليها حاجات كتيره جدا في حسم البطوله، او من ان انت تقرب او تعرف المنافس بتاعك، لان انت هتلاعب الاسماعيلي وهتلاعب المقصه وهتلاعب الزمالك، ماتشات كلها صعبه جدا. فان شاء الله نتمنى الاستمرار زي ما قلت لك، الظروف اللي مرينا بيها خلال الفتره اللي فاتت، انما نعتبر النهارده بدايه، وبدايه جيده جدا. الشوط الثاني بالنسبه لنا بدايه جيده هنبني عليها ان شاء الله للي جاي. بعيدا عن الدوري العام، غدا مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، مباراه يمكن عالميه طبعا بكل المستويات، ودور الاهلي الوطني المعروف طبعا خلال طبعا مكافحه الارهاب وغيره. شايف المباراه القادمه اللي جايه ازاي يا كابتن سيد؟ انت احد نجوم النادي الاهلي وشاركت في عدد كبير جدا من المباريات العالميه يا كابتن سيد. يعني دي مباراه مهمه برضو، مهمه لان انت بتبين صوره مشرفه سواء للنادي الاهلي او لمصر، فان شاء الله نتمنى ان هي تظهر بالشكل الكويس قدام الناس كلها، ونتمنى اللعيبه اللي هتشارك بكره سواء من النادي الاهلي او اللعيبه اللي جايين من الدوري او اللي جايين من الدول العربيه يكون حاجه كويسه بالنسبه او شكل كويس يبان للناس. وان شاء الله احنا بقى يعني هنبدا من النهارده نعدلها بشكل كويس جدا، ان انت تحاول تخرج الشكل الكويس واللي يبان قدام الناس سواء في الملعب او بره الملعب. يعني احنا بالنسبه لنا احنا الملعب حتى التشكيله اللي هتتم ممكن يبقى فيها جزء من لعيبه النادي الاهلي وجزء من اللعيبه اللي جايه، بس ان شاء الله الامور تبقى كويسه يعني ان شاء الله. لو برجع للمباراه، يمكن ظهور رامي ربيعه كاول مره طبعا بعد فتره كبيره ظهر بشكل رائع جدا، شايف ظهور رامي الفتره اللي جايه ازاي؟ وان هو كمان فتره كبيره كان في كلام كتير جدا ان رامي واخد وقت كبير جدا ان هو ما نزلش، لكن النهارده ادى واداء رائع جدا، ويتمنى له الفتره اللي جايه اكتر من كده كمان يا كابتن. رامي من العناصر الاساسيه بالنسبه لنا، والنهارده عودته مهمه جدا، وان شاء الله سعد لما يرجع دول لعيبه اساسيين. احنا بنحاول نلاقي حلول ايمن اشرف، انما بعوده رامي وسعد الامور هتبقى احسن ان شاء الله. وبرده النقطه اللي رامي يعني حتى اصابته ما خدتش وقت كبير، واحنا برده ما بنستعجلش على اللعيبه، يعني حتى اللعيبه المصابه كلها ما بنستعجلش عليها، لان انت ضغط المباريات ده كل اربع ايام، فمش عايزين حد يتصاب تاني. كان علي نزل من حوالي اسبوع و10 ايام، سيبناه يتمرن معانا اسبوع لحد ما الامور تبقى كويسه والامور والحساسيه تكون موجوده وبدا يدخل في الفرقه. وعلي لسه قدامه برضه فتره لانه يرجع المستوى مع مرور المباريات ان شاء الله. انما رامي عنصر من العناصر الاساسيه قبل الاصابه وموجود معانا بشكل كويس، والنهارده برضه بالنسبه له عوده كويسه، يعني ان شاء الله نتمنى ان هو يستمر عليها ان شاء الله. ربنا يخليك يا رامي. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد معوض المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي، تصريحات هامه جدا زي ما بنقول النهارده كانت مباراه
قضايا فيها الاهميه لفريق النادي الاهلي، ثلاث نقاط هامين في مشواره في بطوله الدوري العام، وغدا المباراه الاقوى والمباراه العالميه الاهلي واتلتيكو مدريد. وزي ما الكابتن سيد معوض قال بعض اللعيبه هتلعب وبعض اللعيبه طبعا هتريح، في لعيبه كمان متواجدين من الامارات ومن البحرين، يمكن طبعا عدد كبير جدا ونجوم كثيره جدا ستكون متواجده غدا هنا في استاد برج العرب الاهلي واتلتيكو مدريد. عوده ليك يا كابتن فاروق، لو في استفسار يا كابتن فاروق.